السلام الله عليكم. كما تشاهدون الأخت كيف تبكي، طبعا هذه الآن حاولت أن تنتحر، الآن حاولت ينتحر، مطرودة من البيت، عندها 4 أطفال. قال يا أخي والله العظيم دور شغل بكل مكان، لا أبو من قبل حتى اشتغل حتى أنظف، عيالي اللي يموتوا من الجوع، عليه ديون، عرضة، باع شيء، كل شيء. الآن الأختكم بالشارع، والله العظيم إني حاولت انتحر، انتحر شدود. قال خلاص تعب تعب، يعني ترك كل الأبواب، ما قدرتش، حالتنا حالة. أنا أسأل الله أن تنقذوا البنت هذه من الموت، هي وأطفالي، لأنه قلت لي والله إني انتحر خلاص. قال يوميا، وجات عندي عدة مرات بس قدرت نوصل مرحلة. فهذه الآن بالشارع، نتمنى إذا في واحد خير يتكفلوا له بغرفة هي وأولاده، مواد غذائية، إضاءة، تعيش وتستقر، ومن يتكفل اللي بحاجة شهرية. جزاكم الله الخير.